هلأ بهاي المحاضرة رح نحكي عن تفاصيل الأوتونوميك نيرفس سيستم. رح نبلش نحكي عن الفانكشن يعني وظيفته والفيتشرز تبعونه. بالنسبة للفانكشن أو الوظيفة الأساسية للأوتونوميك نيرفس سيستم هي الهوميوستاسيس اللي أنا شرحته بمحاضرة كاملة لحاله. هلأ الهوميوستاسيس شو معناته؟ أني أنا أحافظ على خصائص البيئة الداخلية تبعت جسمي، يعني أحافظ مثلا على بي اتش طبيعي لجسمي، أحافظ على تمبرتشر طبيعية للجسم، أحافظ على تركيز CO2 طبيعي، على تركيز أكسجين طبيعي، تمام؟ كل هذا المحافظة بسميها هوميوستاسيس. بيقول لك الأوتونوميك نيرفس سيستم أهم وظيفة إله هي الهوميوستاسيس، تمام؟ كيف بيقوم بالهوميوستاسيس؟ بأنه بيعمل ريجوليشن للأورجان أكتيفيتي، يعني إما أنه بيزود أو بيقلل الأكتيفيتي للأورجان للعضو. مثلا القلب بيتحكم فيه الأوتونوميك نيرفس سيستم لأنه هو عبارة عن involuntary muscle، يعني عضلة لا إرادية، فاللي بيتحكم فيها مش السوماتيك بل الأوتونوميك، صح؟ كيف الأوتونوميك بيتحكم في هذا الأورجان؟ إما إنه يزود الأكتيفيتي تبعه أو يقلله. مثلا إذا أنا زدت الأكشن بوتنشلز أو الإشارات أو الإمبلسز اللي بوصلوا من السمباثيتك نيرفس سيستم عن اللي بوصلوا الباراسمباثيتك نيرفس سيستم للقلب، يعني مثلا كانت عدد الإمبلسز اللي بتوصل للقلب من السمباثيتك أكتر من الباراسمباثيتك، هذا الإشي رح يزود لي الهارت ريت، رح يزود لي ضربات القلب، سرعة ضربات القلب، صح؟ هلأ إذا أنا زودت الإمبلسز اللي جايين من الباراسمباثيتك على اللي جاي من السمباثيتك، يعني كانت اللي جاي من الباراسمباثيتك أكتر من السمباثيتك للقلب، رح يصير عندي تباطؤ في ضربات القلب، تمام؟ فحسب مين بيعطي إمبلسز أكتر للأورجان بيكون عندي الأكتيفيتي تبع الأورجان، إما أنه يزيد أو يقل، تمام؟ هلا ناخذ مثال تاني، السويت جلانز مثلا، الغدد العرقيه. الغدد العرقيه اراديه ولا لا اراديه؟ لا اراديه، معناته بيتحكم فيها مين؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم. وحكيت لكم تحديدا السمباثيك نيرفس سيستم هو اللي بيتحكم بالسويت جلانز. انا لما اشوب وترتفع درجه حراره الجو، يعني هذا الاشي رح يرفع لي درجه حرارتي المفروض، صح؟ بس انا جسمي بيحمي حاله عن طريق التعرق. لما انا اتعرق برجع بنزل درجه حرارتي بحيث تضل طبيعيه، فبالشوب درجه حرارتي انا بتضلها نفس درجة حرارتي في الشتاء، تمام؟ ليه؟ لأنه أنا بمجرد ما شوبت إيش صار؟ صار في عندي تعرق، صارت السويت جلانز تتعرق فنزلت درجة حرارتي. مين اللي خلى السويت جلانز تزيد التعرق؟ السيمباثيتك نيرفس سيستم، الأوتونوميك نيرفس سيستم. فالأوتونوميك نيرفس سيستم حافظ لي على الإيش؟ الخاصية التمبرتشر من للجسم تبعي، يعني عمل لي هوميوستاسيس، تمام؟ هلا لازم تعرفوا كمان انه الاوتونوميك نيرفس سيستم ردة فعله بتكون رابد، سريعه، يعني انا بمجرد ما ارتفعت درجه الجو على السريع ايش نزلت درجه حرارتي وصارت طبيعيه، يعني مش انه صار في عندي فيفر وحراره وبعد ما صار في حراره وصرت اتعرق وارجف بعدين اشتغلت السويت جلاند ونزلت لي درجه الحراره، لا، هو التصرف كان سريع وضل محافظ لي على درجة حرارة طبيعية. هذا كمثال درجة الحرارة، بس انه دائما هو الاوتونوميك نيرفس سيستم الريسبون تبعه رابد، وكمان الريسبون تبعه اوتوماتيك، يعني لا ارادي، انكونشس، مش انا بفكر اني هلا بدي انزل درجة حرارتي او بدي ارفع درجة حرارتي او بدي ارفع تركيز السي او 2 او بدي اسرع ضربات القلب، لا، كله لا ارادي، اوكي، انفولنتري. وكمان الريسبونس تبعه تعتبر ريفلكسيف. ايش يعني ريفلكسيف؟ يعني بتيجي نتيجة لستيميولس، يعني أنا بعطي منبه، يعني بعمل تشينج، بعمل أي تغيير، وهذا التغيير هو اللي يعتبر تريجر أو ستيميولس، منبه يعني للسيمباثيتك نيرفس سيستم أو الباراسيمباثيتك بأنه يشتغل. فمثلا بمثال الغدد العرقية، شو اللي خلاني أتعرق؟ هو ارتفاع درجة الحرارة، فأنا في عندي ستيميولس، في عندي منبه بيخلي الأوتونوميك نيرفس سيستم يشتغل، تمام؟ هلا لازم تعرفوا شغله اسمها التون تبع الايش الاوتونوميك نيرفس سيستم. ايش معنى هذا الحكي؟ معناته انه انا الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، اوكي، الباراسمباثيتك نيرفس سيستم والسمباثيتك نيرفس سيستم دائما بشكل كونتينيوس بيبعثوا امبلسز، بيبعثوا اشارات اكشن بوتنشلز للاورجان، التنين مع بعض دائما، تمام، بكل الاوقات، سواء انا هلا بفايت اور فلايت او ريست اند دايجست، التنين بيكونوا يبعثوا. بس اذا انا كنت بحاله فايت اور فلايت السمباثيتك بيكون يبعث اكثر من الباراسمباثيتك، اما اذا كنت بحاله ريست اند دايجست الباراسمباثيتك بيكون يبعث اكثر من السمباثيتك، تمام؟ فانا اذا كنت مثلا بالريست اند دايجست، اوكي، يعني حاله اني انا مرتاحه ومش خايفه ومش فايت اور فلايت، قلنا الباراسمباثيتك رح يبعث اكثر من السمباثيتك، صح؟
معناته السمباثيك رح يكون يبعت اقل ريت بيبعته السمباثيك لا الاورجان. هذا الريت بسميه الايش البيزل ريت او التون او البيزل تون تبع السمباثيك نيرفس سيستم. تمام. بس مثلا اذا كنت في حاله فايت اور فلايت رح يكون ايش السمباثيك يبعت اكثر من الباراسمباثيك. اقل ريت بيبعته الباراسمباثيك لا الاورجان في حاله الفايت اور فلايت مثلا هذا بسميه البيزل ريت تبع الباراسمباثيك. يعني مستحيل يطفي الباراسمباثيك حتى لو انا كنت بقمه الفايت اور فلايت رح يكون دائما يبعث للاورجان شويه اكشن بوتنشلز، وهدول اللي شويه بسميهم البيزل ريت او البيزل تون تبع الباراسمباثيك نيرفس سيستم. فدائما اقل ريت بيبعته او اقل تون بيبعته النيرفس سيستم للاورجان بسميه البيزل. تمام. وهلا اذا صرت في حاله فايت اور فلايت هذا البيزل ريت تبع السمباثيك رح يزيد، رح يبطل بيزل، رح يصير عندي السمباثيك تون اعلى من الباراسمباثيك تون. تمام. بس اذا كنت في حاله ريست اند دايجست بصير الباراسمباثيك تون اعلى من السمباثيك تون. تمام. واقل تون لكل واحد منهم بسميه البيزل تون، بس مستحيل يختفي عندي التون تماما. تون معناتها اللي هي الامبلسز الاشارات اللي قاعده بتوصل للاورجان. تمام. هلا بدنا نبلش بتفاصيل السمباثيك نيرفس سيستم. اول شيء بدنا نعرفه انه السمباثيك نيرفس سيستم ما بيطلع من البرين بس بيطلع من السباينال كورد. يعني مو احنا اتفقنا انه انا في عندي السي ان اس بيتكون من البرين والسباينال كورد وهم بيطلعوا لي البي ان اس اللي هو البريفيرال نيرفس سيستم على شكل سباينال نيرفز وكرينيال نيرفز. بدنا نعرف انه السمباثيك ما بيطلع الا مع ايش السباينال نيرفز، ما له علاقه في البرين. تمام. هلا كيف بيطلع من السباينال كورد؟ بيطلع مع السباينال نيرفز بالليفلز تبعون ايش من تي 1 لل 3. انتم بتعرفوا انه ال من تي 1 لل 3 انتوا بتعرفوا انه السباينال كورد مقسم لقطع سيجمنتس، والسيجمنتس هاي مسمى اسماء تي 1 تي 2 تي 3 ال 1 ال 2 ال 3 تي 12. يعني في عندي ارقام مع احرف صح. هلا من تي 1 ل تي 12 بلس ال 1 ال 2 ال 3 هدول بيطلعوا لي ايش سمباثيتك فايبرز، غير هيك ما بيطلع ايش سمباثيتك فايبرز من السنترال نيرفس سيستم. تمام. هلا كيف بيطلع السمباثيتك فايبرز من السي ان اس؟ بيطلع على شكل اتفقنا بري جانجليونيك نيورونز. هدول البري جانجليونيك نيورونز بيعملوا سينابس مع بوست جانجليونيك نيورون، والبوست جانجليونيك نيورونز هم اللي بيروحوا بيغذوا الاورجان صح. طيب هدول السينابسز وين بيصيروا؟ بيقول لك معظم السينابسز تبعون السمباثيك نيرفس سيستم بيصيروا حوالين السباينال كورد. يعني هاي السباينال كورد عندي حوالينه بيصير في عندي هدول السينابسز. يعني بمجرد ما يطلع البري جانجليونيك نيورون بيعمل ايش سينابس مع بوست جانجليونيك نيورون، والبوست جانجليونيك نيورون بيكون طويل وبوصل للاورجان بيغذيه. تمام. اوكي. هلا هدول الجانجليونز لانهم بيكونوا او الجانجليا لانهم بيكونوا حوالين السباينال كورد بيكونوا على شكل تشين زي كانهم سلسله. هاي التشين بدي اسميها بارا فيرتبرال. بارا يعني جار يعني جنب، بارا فيرتبرال انه جنب الفيرتبرا جنب الفقرات. بارا فيرتبرال تشين. تمام. هي عباره عن ايش؟ عباره عن سمباثيتك جانجليا. ايش يعني سمباثيتك او ليش سميتها سمباثيتك؟ لانه البري جانجليونيك سمباثيتك فايبرز اوكي بيعملوا سينابسز مع البوست جانجليونيك سمباثيتك فايبرز فيها. تمام. هاي هون عندي السباينال كورد وهي ايش البارا فيرتبرال تشين او السمباثيتك تشينز اللي حوالين السباينال كورد. عندي تنتين، واحدة على اليمين وواحدة على يسار السباينال كورد. هدول ايش؟ هدول عبارة عن سينابسز عم يقوموا فيهم البري جانجليونيك نيورونز مع البوست جانجليونيك نيورونز. تمام. والبوست جانجليونيك نيورونز بعدين بيروحوا للاورجانز بيغذوا الاورجانز. هلا بدنا نعرف تفاصيل كيف بيمشي الايش البري جانجليونيك نيورون والبوست جانجليونيك نيورون تبعون السمباثيك نيرفس سيستم. هلا بالنسبه للبري جانجليونيك نيورون الخاصيه تبعته او تعريفه هو السمباثيك فايبر اللي بده يطلع من السي ان اس صح. هيك اتفقنا من المحاضره الماضيه. فمعناته السيل بوديز تبعونه وين رح يكونوا؟ في السي ان اس. واتفقنا انه سمباثيك ما له علاقه بالبرين فرح يكونوا وين؟ بالسباينال كورد. وين بالضبط؟ بالليفلز من تي 1 ل ال 3. طب وين رح بالضبط يكونوا طالعين من السباينال كورد؟ اتفقنا المحاضره الماضيه انه الاوتونوميك نيرفس سيستم فايبرز اذا بدهم يطلعوا من السباينال كورد رح يكونوا موجودين بشيء اسمه لاترال هورن او انتيرو ميديال هورن. فبيطلع البري جانجليونيك سمباثيك فايبر من وين؟ من الانتيرو ميديال هورن او اللي اسمه لاترال هورن صح. هلا بما انه موتور فهو رح يطلع من السباينال كورد على شكل ايش؟ على شكل شيء اسمه انتيرير اتفقنا او فنترال روت صح.
وبعدين الفنترال روت راح يلتقي مع دورسال روت، بيكون جايب سنسوري فايبرز من البريفري، ويكونوا لي سوا شو يكونوا لي، يكونوا لي سوا مع بعض ال 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 السباينال نيرف. هيو هذا، هي هم مع بعض كونوا لي هاد السباينال نيرف، تمام؟ واتفقنا هي هيك. هذا اللي عم بلونه هلا هو شو، هو الفنترال روت، هاد الدورسال روت اللي جايب ايش سنسوري انفورميشن، تمام؟ هي هيك الاتجاه، هاد هيك بري جانجليونيك مع بعض. شو كونوا لي؟ كونوا لي هاد السباينال نيرف. السباينال نيرف ميكسد سنسوري وموتور، صح؟ الموتور اللي انا رسمته هذا بري جانجليونيك سمباثيتك فايبر، لانه طالع من وين؟ من اللاترال هورن، تمام؟ هلا بعد ما تكون عندي انا السباينال نيرف، السباينال نيرف الاصل انه ينقسم لدورسال ريمس وفنترال ريمس. الدورسال بتروح للباك، بحكي لك الباك مش بحاجه لاوتونوميك نيرفس سيستم فايبرز، ف النيورون هذا اللي انا رسمته ما رح يروح مع الجزء اللي رايح للباك، تمام؟ فخلونا نلغي هذا الجزء اللي هو الدورسال ريمس، لانه ما إلي علاقه فيه بالاوتونوميك نيرفس سيستم، ما رح يروح له فايبرز من الاوتونوميك نيرفس سيستم، في فايبرز ثانيه بتروح له. فالبري جانجليونيك فايبر تبعي هذا اللي هيو ماشي ما رح يعبر مين الدورسال ريمس. طيب وين رح يروح؟ رح يطلع مع ايش؟ الفنترال ريمس الاصل، بس مش هذا تحديدا اللي رح يطلع من الفنترال ريمس ويروح يغذي الانتيرو ميديال بارت اوف ماي بودي. لعاد مين؟ البوست جانجليونيك نيورون. معناته هذا البري جانجليونيك نيورون رح ينتهي قبل ما ايش؟ ما نوصل الفنترال ريمس. انا اول ما تكون عندي هذا السباينال نيرف، هذا السباينال نيرف النيورون البري جانجليونيك نيورون اللي جواته تبع السمباثيك نيرفس سيستم بيروح بلف هيك لفه صغيره، اوكي، قبل ما يطلع من الفنترال ريمس، تمام؟ وبينتهي وهو مش طالع من الفنترال ريمس، وبيعمل سينابس مع نيورون تاني هو بوست جانجليونيك نيورون، والبوست جانجليونيك نيورون بيرجع بدخل بالسباينال نيرف وبيطلع مع ايش؟ الفنترال ريمس، تمام؟ فانا كيف بشوفها عندي هذا الحكي؟ بشوف عادي سباينال كورد مطلع ايش؟ السباينال نيرف، تمام؟ والسباينال نيرف عامل سينابس مع ال مع الجانجليا اللي حواليه، وبعدين طلع عندي من الجانجليا هاي البوست جانجليونيك نيورون وراح غذالي ايش؟ الاورجانز، تمام؟ بس لازم تكونوا عارفين ايش اللي صار جوا، اللي صار جوا هون قبل الجانجليا، اللي صار انه انا كان طالع عندي البري جانجليونيك نيورون على شكل عادي سباينال نيرف، والاصل انه خلص بعدين يطلع للانتيرو ميديال بارت اوف ماي بودي على شكل شو؟ فنترال ريمس، صح؟ بس اللي صار انه البري جانجليونيك نيورون لف لفه صغيره، عمل سينابس مع بوست جانجليونيك نيورون، البوست جانجليونيك نيورون رجع دخل للسباينال نيرف عشان يطلع هذا السباينال نيرف، اوكي، هذا عشان يطلع ايش؟ على شكل ventral ramus ويروح يغذي الانتيريور بارت اوف ماي بودي، تمام؟ هذا بالنسبه لايش؟ هيك تفاصيل شويه اناتومي ما حتنسالوا عليها، بس لازم تكونوا فاهمينها، تمام؟ هلا ال 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 بالنسبه لللفه اللي لفها البري جانجليونيك نيورون كيف بلفها؟ بحكي لك انه هلا هو مش صح كان على شكل سباينال نيرف، وبعدين هو هاد يعني او كان جوات سباينال نيرف، تمام؟ نيرف دائما معناتها جروب اوف نيورونز بغض النظر عن نوعها، ممكن تكون سنسوري، ممكن تكون بري جانجليونيك سمباثيتك، ممكن تكون موتور عادي سوماتيك، عرفتوا كيف؟ فهلا البري جانجليونيك نيورون سمباثيتك كان جوات السباينال نيرف، راح لف لفه، لما لفها لفها على شكل إشي اسمه white ramus communicans. فالwhite ramus communicans هم عبارة عن شو؟ هم عبارة عن pre-ganglionic sympathetic neurons طالعين من إيش؟ زي كأنهم فرع من الspinal nerve، تمام؟ قبل ما إيش يصير في أي synapse. هذا الwhite ramus communicans هو عبارة عن pre-ganglionic neurons رح يعمل synapse مع post-ganglionic neurons، تمام؟ بعدين اللي بيطلع من الganglion هو ايش؟ البوست جانجليونيك نيورونز. البوست جانجليونيك نيورونز بتطلع على شكل شو؟ جراي ريمس كوميونيكانز. فالجراي ريمس كوميونيكانز بيمثلوا لي بوست جانجليونيك نيورونز. الجراي ريمس كوميونيكانز بترجع تندمج مع السباينال نيرف، والسباينال نيرف ايش؟ بيروح بيكمل از فنترال ريمس، تمام؟ اوكي، فهاي هيك بس تفاصيل انها مكتوبه عندكم بالهاند اوت، ولكنها مش كتير مهمه فور اكزام بيربسز، اوكي، ولا حتى كلينيكلي لقدام. هلا هذا ايش كاوفر فيو عن طريقه او المسار اللي بيمشيه البري جانجليونيك نيورون والبوست جانجليونيك نيورون. بس لازم تكونوا عارفين انه البري جانجليونيك نيورون لما بيروح بيطلع من السباينال نيرف، اوكي، او السباينال كورد علشان يعمل سينابس مع
البوست جانجليك نيورون في البارافيرتبرال تشين هاي، اما انه يروح بشكل مباشر دايركت يعمل سينابس مع بوست جانجليك نيورون على نفس الليفل تبعه. فمثلا اذا انا هون بتي 3 يكون بوست جانجليك نيورون برضو على ليفل تي 3، والجانجليا هاي يكون ايش، او الجانجليون هاي تكون على ليفل تي 3، يكونوا كلهم على نفس الليفل تمام. او يمكن هذا البري جانجليك نيورون يروح يعمل سينابس على ليفل تحته يعني كودل بالنسبه له تمام، يكون مثلا هو طالع من ليفل تي 3 ويعمل سينابس مع جانجليون موجوده على ليفل ال1 مثلا يعني، وبالتالي هي الجانجليون عباره عن السيل بودي يسمون بوست جانجليونيك نيورونز. فلما احكي جانجليون الليفل تبعها ال1 انا اكيد قصدي على البوست جانجليونيك نيورون كمان الليفل تبعه ال1 صح تمام. او ممكن هذا البري جانجليونيك نيورون يعمل سينابس على ليفل اعلى منه، مثلا هذا اللي طالع من تي 3 يروح يعمل سينابس مع نيورونز او جانجليا جانجليون موجوده على ليفل تي 1 مثلا تمام. فممكن على ليفل اعلى يعني كرينيال بالنسبه له، او ليفل اقل يعني كودل بالنسبه له، او ليفل قدامه تمام. او ممكن البري جانجليونيك نيورون يعمل ايش سينابس مع يعني يطلع اكثر من تيرمينال له اوكي، او اكثر يعني الاكسون تبعه ينقسم اكثر من قسمه ويروح يعمل على ايش ليفلز مختلفين اكثر منه اقل منه بنفس المستوى، يكون نفس البري جانجليونيك نيورون بس عمل لي ايش سينابسز على ليفلز مختلفه من البارافيرتبرال تشين تمام. شو كمان في احتمالات ممكن يعملها البري جانجليونيك نيورون؟ ممكن البري جانجليونيك نيورون ما يحب يعمل اي سينابس اصلا، يضل يروح يضل مكمل يطلع من يعني هاي التشين موجوده قدامه، وفي قدامه جانجليونز وفي قدامه يعني بوست جانجليونيك نيورونز بيستنوا حدا يعمل معهم سينابس، بروح بيقول هذا البري جانجليونيك نيورون عفوا انا ما بدي اعمل معك سينابس، بس بمر مرور الكرام من الجانجليون وما بيعمل معها سينابس عادي يعني، ما هذا البوست جانجليونيك نيورون رح يعمل معه سينابس نيورون تاني، بس المهم هذا اللي عم برسمه تبع تي 3 ما عمل معه سينابس، ممكن يضل مكمل ويروح لا غدة موجودة فوق الكلى، هاي الغدة اسمها أدرينال جلاند تمام. هاي الأدرينال جلاند مقسومة قسمين، قسم بسميه ميدلة أو حشوة، وقسم بسميه كورتكس أو قشرة تمام. الميدلة في نوع من خلاياها اسمه كروموفين سيلز تمام، هدول الكروموفين سيلز بس يوصلهم لبري جانجليونيك نيورون زي ما هو، هدول الكروموفين سيلز بتفعلوا من البري جانجليونيك نيورون، وشو بيطلعوا؟ بيطلعوا أدرينالين ونور أدرينالين للدم للبلد تمام، بيطلعوا إبينفرين يعني أدرينالين ونور إبينفرين يعني نور أدرينالين للبلد تمام. فممكن البري جانجليونيك نيورون يعمل سينابس بالبارافيرتبرال تشين على نفس الليفل او ليفل اعلى او ليفل اقل، او ممكن ما يعمل سينابس اصلا ويروح للادرينال ميدلا عند الكروموفين سيلز ويخليهم يطلعوا ابينفرين نون ابينفرين للدم يعني ادرينالين نور ادرينالين للدم. وممكن اللي هو اخر احتمال انه البري جانجليونيك سمباثيتك نيورون بس يطلع من السباينال كورد يروح يعمل سينابس بس مش بالبارافيرتبرال تشين هاي، يروح على جانجليونز موجودين وين؟ في البطن في الابدومن، في عندي جوات البطن بالابدومن بالجهاز الهضمي في عندي بوست جانجليونيك نيورونز متجمعين حوالين بعض، يعني شو يعني جانجليا اوكي ثلاثة جانجليا اوكي ثلاث تجمعات من النيورونز موجودين وين هيك اعتبروا اشكالهم موجودين في البطن تبعي قاعدين بيستنوا شو حدا يجي يعمل معهم سينابس. ممكن هذا البري جانجليونيك نيورون يروح يعمل سينابس هون بهدول الجانجليا الموجودين بالجهاز الهضمي تمام بالبطن، بيعمل سينابسز معهم وبتحكم فيهم تمام. هدول الجانجليا ايش اسمائهم؟ سيلياك سوبيريور ميزنتريك وبوستيريور ميزنتريك ايش جانجليا. ولاحظوا انهم شو انهم مش بيرد، يعني الجانجليا اللي حوالين السباينال كورد اللي هو البارافيرتبرال جانجليا بيرد يعني مقابل كل واحدة على اليمين في عندي واحدة على اليسار، كل واحدة على اليمين عندي واحدة على اليسار صح، بس اللي موجودين بالبطن هيهم واحدة تنتين ثلاثة سينجل وثلاثة ومش إيش مالهم مش بيرد، سيلياك وإنفيريو ميزنتريك وسوبيريو ميزنتريك جانجليون تمام. طبعا هم إيش عبارة عن جانجليون إيش يعني؟ يعني سيل بوديز أوكي لا بوست جانجليونيك نيورونز رح يغذولي الجهاز الهضمي، هدول السيل بوديز بيكونوا بيستنوا يجيهم إيش بري جانجليونيك نيورونز من السباينال كورد يعملوا معهم سينابسز، وبعدين هم as post ganglionic neurons رح يغذوا لي الجهاز الهضمي تمام.
هذا بالنسبة لإيش الطرق اللي ممكن يسلكها البريغانجلونيك سيمباثيتيك فايبر لما يطلع من السباينال كورد. هلا بما انه معظم البريغانجلونيك نيورونز تبعون السمباثيتك نيرفس سيستم بس يطلعوا من السباينال كورد, معظمهم بيروحوا وين؟ بيروحوا على هاي التشين البارافيرتبرال تشين وبيعملوا هون السينابسز. بما انه هيك بما انه بيروحوا بيعملوا هون معظمهم, معناته معظمهم رح يكونوا كتير قصار لانه البارافيرتبرال تشين جنب السباينال كورد. فهو اول ما يطلع البريغانجلونيك نيورون بيقوم بيعمل سينابس, بس البوستغانجلونيك نيورون لانه بده يتحرك من جنب السباينال كورد للاورجان بيكون عاده طويل, تمام؟ فالبريغانجلونيك سمباثيتك فايبرز عاده بيكونوا شورت, بينما البوستغانجلونيك سمباثيتك فايبرز بيكونوا يوجوالي لونجر, اوكي, عشان بدهم يوصلوا للاورجان, تمام. هلا ايش كمان بدنا نعرف عن السمباثيتك نيرفس سيستم؟ بدنا نعرف انه البري جانجليونيك نيورونز سمباثيتك نيورونز ساتني بالسمباثيتك هدول دائما بيعطوا ايش اسيتيلكولين. دائما اي بري جانجليونيك سمباثيتك نيورون بيطلع رح يعطيني اسيتيلكولين, سواء راح للادرينال جلاند ولا راح ل البارافيرتبرال جانجليا ولا للبريفيرتبرال جانجليا. هذا البري جانجليونيك نيورون الترانسميتر اللي رح يطلع منه اسيتيلكولين, معناته لازم يكون في ريسبتورز مستقبلات للاسيتيلكولين موجوده على هذا البوست جونكشنال سيل, يعني هاي السيل الموجوده بعد الايش الجونكشن. هذا ممكن هاي السيل تكون ايش, ممكن تكون كرومافين سيل, صح, موجوده بالادرينال جلاند, ممكن تكون نيورون تاني بوست جانجليونيك نيورون. هذا البوست جانجليونيك نيورون يعتبر ممكن يكون من البريفيرتبرال جانجليا اللي موجودين بالجهاز الهضمي او البارافيرتبرال جانجليا اللي موجودين وين في الـ حوالين السباينال كورد. أتوقع أني حكيت أنه اسم هدول الثري جانجليا هدول اللي موجودين بالجهاز الهضمي بسميهم بريفيرتبرال جانجليا, تمام؟ أما البارافيرتبرال هم اللي حوالين السباينال كورد, تمام؟ فالخلية اللي بتكون بعد البريغانجلونيك نيورون والبريغانجلونيك نيورون بيعطيها الترانسميترز ممكن تكون من الكروموفين سيلز تبعون الأدرينال ميدولا أو ممكن تكون إيش نيورون بوست جانجليونيك نيورون موجود بالبريفيرتبرال جانجليون أو بارافيرتبرال جانجليون, صح؟ ولازم يكون موجود على هاي الخلية ريسبترز مستقبلات للأسيتيلكولين اللي رح يطلع من البريغانجليونيك نيورون, تمام؟ فلازم نكون عارفين هذا الحكي. هلا هذا الريسبتر اللي موجود على الكروموفين سيل او على البوست جانجليونيك نيورون اللي موجود بالبري او البارافيرتبرال جانجليون, هدول الريسبترز بيكونوا من نوع نيكوتينيك ريسبترز. نيكوتينيك ريسبترز نوع رقم 2 N2, تمام. هدول هم الريسبترز موجودين على الكروموفين سيلز وبيستقبلوا الاسيتيلكولين جاي من بري جانجليونيك سمباثيتك نيورون, وهم نفسهم الموجودين على البوست جانجليونيك نيورون اللي موجود في البري فيرتبرال او البارا فيرتبرال جانجليون, تمام, لانه هدول هم مستقبلات الاسيتيلكولين اللي طالع من بري جانجليونيك سمباثيتك فايبرز, اوكي. طيب البوست جانجليونيك سمباثيتك فايبرز هدول ايش بيطلعوا نيورو ترانسميتر على الاورجان؟ بيطلعوا نيورو ترانسميتر نور ابنفرين او ايش ابنفرين, اللي هو النور ابنفرين نفسه النور ادرينالين والابنفرين هو نفسه الادرينالين, تمام. البوست جانجليونيك فايبرز بيطلعوا لي ايش نور ابنفرين او ابنفرين, بالتالي لازم يكون في عندي مستقبلات للابنفرين او النور ابنفرين موجوده على الاورجانز اللي ايش اللي رح يستقبلوا هاي اللي النيورو ترانسميترز. احنا عارفين انه البوست جانجليونيك نيورونز بيروحوا لوين؟ للاورجانز, للاعضاء اللي رح يغذوها, يعني يمكن يروحوا لسموث ماسل سيلز, صح, ممكن يروحوا لجلاندز غده, هم ممكن رح يروحوا للهارت, صح. هدول السيلز هدول الاورجانز لازم يكون لهم مستقبلات للابنفرين والنور ابنفرين تستقبل لي اياه, هذا النور ابنفرين والابنفرين اللي جاي من البوست جانجليونيك سمباثيتك نيورون, صح. طيب شو اسماء هاي المستقبلات؟ اسمها ادرينيرجيك ريسبترز. ليه؟ لانها بتستقبل الادرينالين والنور ادرينالين فبسميها ادرينيرجيك, اوكي. اما اللي بتستقبل اسيتيلكولين بسميها كولينيرجيك لانها بتستقبل اسيتيلكولين, اوكي. اللي قلنا كولينيرجيك, اخذنا واحد مثال على الكولينيرجيك ريسبترز اللي هو النيكوتينيك ريسبتر اللي هو ايش ماله بيكون موجود على هدول الكروموفين سيلز او النيورونز اللي بالبري او البارافيرتبرال جانجليا, تمام. اما لما احكي كلمه ادرينيرجيك معناته ايش خاص بالادرينالين والنور ادرينالين, تمام. شو اسماء الريسبترز اللي موجودين على هدول الاورجانز؟ قلنا ادرينيرجيك بس فيهم انواع,
ممكن يكونوا ألفا أو بيتا، ممكن ألفا 1 ألفا 2 بيتا 1 بيتا 2، رح نحكي عن تفاصيلهم إن شاء الله. هلأ لازم تكونوا عارفين إنه في عندي بعض البوست جانجل يونت سمباثيتك نيورونز ما بيطلعوا لي أدرينالين ونور أدرينالين، بل بيطلعوا أسيتيلكولين، بيقلدوا مين؟ البري جانجليونيك نيورونز. طيب مين هدول البوست جانجليونيك سمباثيتك نيورونز اللي حبوا يطلعوا عن القاعدة؟ بيقول لك إحنا السويت جلانز، الغدد العرقية، بتنقسم نوعين حسب الهيستولوجي، بتنقسم لأيبوكراين سويت جلانز وإيكراين سويت جلانز. الأيبوكراين سويت جلانز هدول بيستقبلوا بوست جانجليونيك سمباثيتك فايبرز، بيعطوهم إيش؟ إبينفرين ونور إبينفرين عادي، نور إبينفرين زي أي إيش بوست جانجليونيك سمباثيتك فايبرز، وبيكون موجود على الأيبوكراين جلاند عادي أدرينيرجيك ريسبترز بيستقبلوا الإبينفرين والنور إبينفرين. ولكن النوع الثاني من السويت جلانز اللي هو الإيكراين سويت جلانز، هدول الإيكراين سويت جلانز بيستقبلوا بوست جانجليونيك سمباثيتك فايبرز، بيطلعوا أسيتيلكولين. ليه؟ لأنه الإيكراين سويت جلانز عندهم ريسبترز كولينيرجيك، يعني بيستقبلوا الأسيتيلكولين مش الأدرينيرجيك، تمام؟ بس نوع الريسبترز الموجودين على الإيكراين سويت جلانز مش نيكوتينيك، لا. ليه؟ لأنه هدول الريسبترز لا أسيتيلكولين طالع من بوست جانجليونيك سمباثيتك نيورون، فما رح يكون نوع الريسبتر نيكوتينيك، تمام؟ حتى لو إنه لازم يكون كولينيرجيك يستقبل أسيتيلكولين، بس إحنا اتفقنا إنه النيكوتينيك هدول موجودين يعتبروا كولينيرجيك ريسبترز وموجودين على الكروموفين سيلز والبري والبارافيرتبرال جانجليون عشان يستقبلوا أسيتيلكولين طالع من البري جانجليونيك سمباثيتك نيورونز. أما اللي موجود على الإيكراين سويت جلانز هم كولينيرجيك ريسبترز، يعني بيستقبلوا أسيتيلكولين ولكنهم مش من نوع نيكوتينيك ريسبترز، بل من نوع إيش اسمه مسكرينيك ريسبترز، تمام؟ ما في عندي مسكرينيك ريسبترز اللي هم عبارة عن كولينيرجيك ريسبترز، يعني بيستقبلوا أسيتيلكولين، موجودين على الإيكراين سويت جلانز بيستقبلوا أسيتيلكولين اللي بيطلع من البوست جانجليونيك سيلز، تمام؟ تبعون السمباثيتك نيرفس سيستم، تمام؟ فخلينا نشوف هاي الرسمة. هاي في عندي أنا السمباثيتك فايبرز إيش بيطلعوا؟ البري جانجليونيك هاي هم بيطلعوا أسيتيلكولين، هايو بري جانجليونيك بيطلع أسيتيلكولين، تمام؟ البري جانجليونيك اللي فوق رايح لمين؟ رايح لعامل سينابس مع إيش؟ مع بوست جانجليونيك نيورون بجانجليون سواء كانت بارا او بري فيرتبرال جانجليون، تمام؟ فهون في عندي انا نيكوتينيك ريسبترز صح موجودين على هذا البوست جانجليونيك نيورون، تمام؟ البوست جانجليونيك نيورون شو طلع هون؟ نور ابينفرين صح. اللي تحته عندي البري جانجليونيك نيورون طلع لي اسيتيلكولين، وهذا الاسيتيلكولين راح على الكروموفين سيلز تبعون الادرينال ميدلا. ايش في عندي ريسبترز على الادرينال ميدلا؟ اكيد راح يكونوا نيكوتينيك، تمام؟ لانهم ريسبترز لاسيتيلكولين طالع من البري ايش جانجليونيك سمباثيتك نيورون، تمام؟ ونتيجة لهذا الأسيتيلكولين اللي ارتبط في النيكوتينيك ريسبتر تبعون الأدرينال ميدلا بيطلع عندي إبنفرين نور إبنفرين للبلد زي ما اتفقنا، تمام؟ هذا بالنسبة للسمباثيتك نيرفس سيستم. هلأ ممكن هدول هذا النور إبنفرين لما يروح رح يروح لأورغانز كتير زي سموث مسلز زي جلانز غدد، تمام؟ وهدول الأورغانز لازم يكون لهم أدرينيرجيك ريسبترز من نوع ألفا أو بيتا تستقبل هذا الإبنفرين صح؟ هلأ الجلانز إذا كانت من نوع إيكراين سويت جلاند هاي ما رح يكون عندها أدرينيرجيك ريسبتر، رح يكون عندها كولينيرجيك ريسبتر من نوع مسكرينيك تحديدا نوع M3 مسكرينيك ريسبتر يستقبل لي الأسيتيلكولين، تمام؟ إذا هلأ صرنا عارفين نوعين على فكرة من الريسبترز تبعون الأسيتيلكولين. في عندي نيكوتينيك ريسبترز بيستقبلوا الأسيتيلكولين اللي طالع من البري جانجليونيك سمباثيتك نيورونز، وعندي مسكرينيك ريسبترز بيستقبلوا الأسيتيلكولين اللي طالع من البوست جانجليونيك سمباثيتك نيورونز اللي بيغذوا لي الإيكراين سويت جلانز، تمام؟ هلا نكمل نحكي عن السمباثيتك نيرفس سيستم. بدنا نعرف انه السمباثيتك كمان اهم شيء يعني وظيفته الاساسيه بتتلخص انه يعمل برودكشن للانرجي، انه يطلع ايش طاقه للدم. ليه؟ عشان بعدين هذه الانرجي اللي طلعت للدم تروح تستخدمها العضلات وتتحرك لانها في حاله فايت اور فلايت، او تروح للبرين لدماغ وافكر انا لان في حاله ستريس وبدي افكر، تمام؟ المهم انا لازم ايش اطلع جلوكوز من مخازنه وايش وأعمل production للإنرجي، مش هدفي هلأ أقعد أخزن جلوكوز. فعشان هيك كل الأشياء اللي بشغلها السمباثيتك بتتمحور حوالين هاي الشغلة، تمام؟ اللي هي إنه أنا أطلع طاقة إنرجي للدم عشان تروح للمسلز وتروح للبرين، وبنفس الوقت أطفي أي أورغان ما إله علاقة بالفايت أور فلايت. يعني مثلا الجهاز الهضمي مش ضروري هلأ يشتغل في حالة الفايت أور فلايت، فأنا رح أطفي، تمام؟ بعمل له شاتينج أوف، تمام؟
هلا نشوف مثلا فور اكزامبل ايش بيشغل السمباثيتك نيرفس سيستم. مثلا فور اكزامبل السمباثيتك نيرفس سيستم بيزود بيعمل انهانسمنت للبلد فلو للدم اللي رايح للسكيلتال مسلز العضلات الهيكليه تمام، وبيقلل الدم اللي رايح لوين للميزنتري يعني الجهاز الهضمي، مش ضروري هلا يوصله دم كتير لان اصلا ما بدي اشغله. كيف بيقلل الدم اللي رايح للميزنتري والسكن؟ باني انا بعمل فازو كونستريكشن، تضيق للاوعيه الدمويه تبعت الجهاز الهضمي تبعت السكن تمام. شو كمان بيعمل السمباثيتك؟ السمباثيتك بيزيد الهارت ريت، بيزيد ايش، بيعمل تسارع في ضربات القلب اوكي، وبيعمل ايش، زياده في قوه كمان الانقباض الوحده تبعت القلب. زياده عدد ضربات القلب في الدقيقه الواحده يعني تسارع ضربات القلب بسميه بوزيتيف كرونوتروبيك افكت. كرونوتروبيك معناتها اني انا ايش، اغير من سرعه ضربات القلب. بوزيتيف يعني ازودها تمام، فالسمباثيتك نيرفس سيستم عنده بوزيتيف كرونوتروبيك افكت. وزياده او تسارع ضربات القلب بسميه تاكي كارديا تمام. شو كمان له قلنا وظيفه، بيعمل بزياده بقوه الكونتراكشن، قوه الانقباض. تحكم في قوه الانقباض بسميه ايونو او اينوتروبيك افكت. هلا اذا بدي ازود قوه الانقباض بحكي لها بوزيتيف اينوتروبيك افكت تمام. شو كمان بيعمل السمباثيتك؟ بيعمل ريلاكسيشن للبرونكيال سموث ماسلز. البرونكيال يعني موجودين بالرئة، أنا بعملهم ريلاكسيشن. إيش يعني ريلاكسيشن؟ يعني برخيهم، برخي العضلات الملساء اللي موجودة بالرئة. ليش برخيها أو شو بستفيد من هاي الشغلة؟ لما برخي أنا عضلات الرئة هذا الإشي بيوسع النفس، بيعمل برونكو دايليشن. فالواحد وهو خايف بفايت أور فلايت بحاجة لأنه يدخل هواء كتير لرئته، بحاجة إنها تتوسع، فلازم أعمل ريلاكسيشن للماسلز أو السموث ماسلز تبعون الرئة تمام. كمان السمباثيتك بيعمل انهبيشن للجاسترو انتستينال تراكت موتيليتي، يعني بيثبط حركه الجهاز الهضمي وكمان السكريشن تبعه. مش وقت هلا انه نقعد نعمل افرازات في الجهاز الهضمي، مش وقت هلا المعده تطلع الاسيد تبعها، مش وقت اصلا كل الهضم، فالموتيليتي كلها بتقل والسكريشن كله بيقل تمام. وبيعمل ايش السمباثيتك؟ موبيلايزيشن للجلوكوز انتو ذا بلاد، كل مخازن الجلوكوز ضروري هلا تطلع الجلوكوز للدم عشان العضلات تستخدم هذا الجلوكوز والدماغ كمان يستخدمه. مثلا الليبيد الفات بدي انا اعمله لايبوليسز، يعني اني افكك الفات عشان يتحول لسكر والسكر يروح للدم، بدي فبشغل اللايبوليسز. بدي اطلع كمان السكر من الجلايكوجين المخزن في الكبد فبعمل جلايكوجينولايسز بزيدها تمام، بشغل كل الميتابوليك ريت، كل عمليات الحرق لازم تسرع عشان اطلع انرجي تستخدمها المسلز والبرين تمام. بالنسبه للعين بيصير عندي بيوبل دايليشن اللي هو اسمه مدرياسز، حكيت لكم عنه المحاضره الماضيه. ليش؟ لانه السمباثيتك بيتحكم لي بالدايليتر مسل اللي هي الراديال مسل، لما يعملها كونتراكشن بيتوسع عندي الدايامتر تبع البيوبل فبصير عندي مدرياسز. البيوبل نفسه الايرس تمام. كمان اخر شغله لما نحكي عن سمباثيتك انه بيعمل بريفنشن للفويدنج تبع اليورينري بلادر، يعني بيمنع انه الواحد ايش يفضي المثانه تمام. بيعمل شيء اسمه يورينري ريتنشن، يعني انه ما الواحد ما يروح على الحمام. ليه؟ لانه انا العضلات تبعون المثانه عندي بينقسموا قسمين، قسم بسميه سفنكتر عباره عن دائره موجوده بنهايه المثانه، وقسم بشكل لي ايش الجدار تبع المثانه. السمباثيتك شو بيعمل؟ بيعمل كونتراكشن للسفنكتر، يعني بيضيقها، فالواحد ما بيعمل فويدنج، ما بيروح الحمام اوكي، وبيعمل ريلاكسيشن لهدول الجدار تبعها فبيتوسع، تتوسع المثانه. وايش بصير في السفنكتر؟ بتضيق، فبصير عندي بريفنشن للفويدنج، الواحد ما بيروح على الحمام، يعني ما بقدر يروح يعمل فويدنج تمام، فبصير عندي يورينري ريتنشن تمام. لازم تعرفوا انه السمباثيتك نيرفس سيستم فيه كتير دايفيرجنس وكونفيرجنس اللي هم اخذناهم محاضرات النيورولوجي. انه الكونفيرجنس انه انا يصير عندي سينابسز كتار من اكتر من بري جانجليونيك نيورون لنفس البوست جانجليونيك نيورون، والدايفيرجنس هو انه البري جانجليونيك نيورون الواحد يروح لاكتر من ايش بوست جانجليونيك نيورون يعمل معهم سينابسز. فبتحسوا الانفورميشن او السيجنال تنتقل بالسمباثيتك نيرفس سيستم بشكل
واسع بشكل وايد. هذا الإشي بيتفسر كيف؟ بأنه أنا لما أكون بحالة fight or flight بتحسوا أنه الأورغانز الانفولفد بهاي الحالة كتير كتار ومع بعض بيشتغلوا، قلبي بصير ينبض بسرعة، نفسي بصير أوسع، وبصير في عندي تعرق، وبصير في عندي urinary retention، والجلوكوز بيطلع من مخازنه. كل هذا الإشي، كل هاي الريزلتس كلها بعيدة عن بعض، فبتحسوا الريسبونس كتير وايد. شو سبب هذا الشمولية هاي أو هذا الوايد سبريد إفكت؟ سببه أنه في عندي كتير divergence و convergence بالsympathetic nervous system. هلأ إذا فهمنا sympathetic nervous system ما رح نتغلب الparasympathetic بالمرة. الparasympathetic إيش فكرته؟ الparasympathetic nervous system أول إشي هو بيقدر يطلع من البرين وبيقدر يطلع من السباينال كورد، فرح يكون involved من الكرينيال نيرفز، يعني رح يكون ضمن الكرينيال نيرفز، ورح يكون كمان ضمن من السباينال نيرفز. بيطلع من الكرينيال نيرفز تبعون حرب أكتوبر، حرب تشرين. حرب تشرين متى صارت؟ بالألف وتسعمية وثلاثة وسبعين، أكيد كلنا بنعرفها كعرب صح؟ وحتى الأجانب يعني معروفة حرب أكتوبر متى صارت. هلأ بقول لك إنه الكرينيال نيرفز إحنا عندنا 12 كرينيال نيرف، 12 عصب بيطلع من البرين، تمام؟ العصب العاشر اللي هو الفيغاس، والعصب التاسع، والعصب السابع، والعصب الثالث، هدول بيحملوا جواتهم بري غانغليونيك، طبعا بري لانه احنا اتفقنا البري هو اللي بيطلع من السنترال نيرف سيستم، بري غانغليونيك بارا سمباثيتك ايش فايبرز، تمام؟ هدول بيطلعوا من ايش؟ من هدول الكرينيال نيرفز، من العاشر والسابع والثالث والتاسع، عشان هيك انا بحفظهم بايش تاريخ 1973. اوكي، بينما البري غانغليونيك باراسمباثيتك نيورونز اللي بيطلعوا من السباينال من السباينال كورد، هدول بيطلعوا من الليفلز S3 و S4، وفي ايش لال بيطلعوا من S2 و S5، بس مينلي من S3 و S4 بيطلعوا، تمام؟ من هدول الليفلز. اوكي، هذا بالنسبه للليفلز اللي بيطلع منها مين؟ البري غانغليونيك باراسمباثيتك فايبرز. اوكي، هلا العصب العاشر اسمه فيغاس، يعني العصب الحائر، هاي بس هيك معلومه كتبت لكم اياها. هلا لازم تكونوا عارفين انه الباراسمباثيتك بري غانغليونيك باراسمباثيتك فايبرز لما بدهم يعملوا السينابس ما بيعملوه بايش تشين على جنب السباينال كورد، بيعملوه وين؟ بغانغليا بتكون جنب الاورجن اللي بغذيه. يعني البري غانغليونيك باراسمباثيتك نيورون بيمشي تقريبا بيوصل ل خليني اكون واضحه هون هيك، هيو هذا مثلا بيمشي لحد تقريبا ما يوصل الايش الاورجان هذا البري غانغليونيك، تمام؟ اللي بيطلع من وين؟ من السنترال نيرف سيستم، بيوصل تقريبا الاورجان جنب الاورجان بالضبط، بيلاقي ايش بوست غانغليونيك نيورون بيستنى فيه. فالغانغليا بتكون كلياتها بتكون جنب ايش الاورجان او وذن التيشو تبع الاورجان، فعشان هيك البري غانغليونيك باراسمباثيتك فايبرز بيكون طويل، بينما البوست غانغليونيك باراسمباثيتك فايبر بيكون كتير قصير، لانه بيكون ايش الغانغليا تبعته جنب ايش جنب الاورجان. اول ما يصير عندي السينابس بيروح ايش بيطلع البوست غانغليونيك نيورون وبيغذي لي الاورجان، تمام؟ فلازم نكون عارفين البري غانغليونيك فايبرز تبعون الباراسمباثيتك نيرف سيستم لونج، لانهم هم اللي تقريبا بيوصلوا للاورجان بس ما بيغذوا، لانهم بري غانغليونيك، اللي بيغذوا هم البوست غانغليونيك، تمام؟ بيعملوا هدول البري غانغليونيك سينابس جنب الاورجان وبيطلع منهم بوست غانغليونيك، والبوست غانغليونيك بيكون كتير شورت وبيغذي لي الاورجان، بيعطي الاورجان نيوروترانسميترز يعني، تمام؟ هلا الدايفيرجنز والكونفيرجنز اللي موجوده في الباراسمباثيتك كتير قليله، الدايفيرجنز كتير جدا جدا قليله لدرجه انه ما بنلاقي دايفيرجنز الا بنسبه 1:1 او 1:2. ايش يعني دايفيرجنز؟ معناتها شو؟ معناتها انه البري غانغليونيك نيورون يروح يعطي اكثر من بوست غانغليونيك نيورون، صح؟ هيك معناها شو دايفيرجنز، صح؟ هلا بقول لك احنا ما بنشوف بالباراسمباثيتك غير الريشيو تكون 1 بري غانغليونيك مقابل 2 بوست غانغليونيك او 1:1، فمينلي او بيسكلي ما في دايفيرجنس، يعني كتير قليل الدايفيرجنس. اوكي، اما مقابل كل واحد نيورون 2 فقط بوست غانغليونيك نيورونز، او مقابل كل واحد بري غانغليونيك نيورون 1 فقط بوست غانغليونيك نيورون، يعني مش دايفيرجنس هائل. اما بالسمباثيك ممكن تلاقي اعداد مثلا مقابل كل واحد بري غانغليونيك نيورون تلاقي 70 بوست غانغليونيك نيورون مثلا، يعني فانه ايش الدايفيرجنس بيكون واسع، تمام؟ وهذا كيف منفسر عمليا؟ انه الباراسمباثيك بيكون دائما الريزلت او الريسبونس تبعته ديسكريت، وما بتكون هيك كتير وايد زي الايش السمباثيك، تمام؟
شو كمان بدنا نعرف؟ هلا بالنسبه للريسبترز او بالنسبه للنيورو ترانسميترز اللي بتطلع، هلا قلنا البري جانجليونيك نيورونز تبعون السمباثيتك كانوا يطلعوا لي اسيتيلكولين، بيقول لك الباراسمباثيتك بري جانجليونيك نيورونز برضه بيطلعوا لي اسيتيلكولين، عشان هيك انا حطيت بكابيتال لتر موجود باللترز اللي هو انه دائما البري جانجليونيك نيورونز سواء سمباثيتك ولا باراسمباثيتك اولويز اولويز ذي سيكريت ايش اسيتيلكولين. وقلنا الاسيتيلكولين اللي بيطلع من بري جانجليونيك نيورونز الريسبترز تبعون المستقبلات تبعونه لازم تكون من نوع نيكوتينيك، تمام؟ هلأ بالباراسمباثيتك نيرفس سيستم وين رح يكونوا هدول الريسبترز؟ يعني البري جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز هدول رح يعطوا النيورو ترانسميترز تبعونهم لمين؟ رح ينتهوا على مين؟ رح ينتهوا على بوست جانجليونيك نيورونز. ما حكينا انه في عندي اي غدة رح ينتهي عليها البري جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز، لا، البري جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز دائما بيروحوا بيعملوا سينابس مع بوست جانجليونيك نيورونز بجانجليون، والبوست جانجليونيك نيورون بيكون عنده نيكوتينيك ريسبترز بتستقبل الاسيتيلكولين اللي بيطلع من البري جانجليونيك باراسمباثيتك نيورون، تمام؟ وطبعا هاي الجانجليون بتكون كتير قريبة من الأورجان بالباراسمباثيتك نيرفس سيستم، تمام؟ ففي عندي نيكوتينيك ريسبترز موجودة على البوست جانجليونيك نيورونز تبعون ايش الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، وهدول النيكوتينيك ريسبترز بيستقبلوا لي الاسيتيلكولين اللي بيصير له ريليز من البري جانجليونيك باراسمباثيتك نيورونز تبعون السيستم هاد، تمام؟ هلا بالنسبة للبوست جانجليونيك نيورونز هدول شو بيعملوا ريليز؟ بيعملوا ريليز لاسيتيلكولين برضه، يعني بيقلدوا لي مين؟ بيقلدوا البري جانجليونيك نيورونز برضه بيطلعوا شو اسيتيلكولين. هلا معناته بده يكون له الاسيتيلكولين هذا اللي بيطلع من البوست جانجليونيك نيورونز وبيروح للأورغانز بده يكون له ريسبترز على الأورغانز، صح؟ يستقبلوا هذا الأسيتيلكولين اللي طالع من البوست جانجليونيك باراسمباثيتك نيورونز. ايش بتتوقعوا نوع الريسبترز الموجودة على الأورغانز اللي بتستقبل لي أسيتيلكولين طالع من بوست جانجليونيك باراسمباثيتك نيورونز؟ رح يكونوا مسكرينك، لأنه حكينا وقت السمباثيتك قلنا في عندي نوع من الغدد اسمه إيكراين سويت جلانز، هدول بيوصلها بوست جانجليونيك سمباثيتك فايبرز، تمام؟ بس هدول السمباثيتك اكسبشن انهم بيطلعوا ايش الكولين. وقلت لكم الريسبترز الموجودين على هدول الايكراين سويت جلانز نوعهم مسكرينك تايب 3 لانهم بيستقبلوا اسيتيلكولين طالع من بوست جانجليونيك فايبرز، اوكي؟ بس من نوع سمباثيتك. هلا هون بالباراسمباثيتك نيرفس سيستم الاورجانز رح يستقبلوا اسيتيلكولين طالع من بوست جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز، عشان هيك الريسبترز تبعونهم برضه من نوع مسكرينك. في منهم ام 3 في منهم ام 1 رح نحكي عنهم بنهايه المحاضره هاي او احتمال اعملهم فيديو ثاني ان شاء الله، تمام؟ فأنا عندي أسيتيلكولين بيطلع من بري جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز، وأسيتيلكولين بيطلع من بوست جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز. اللي بيطلع من بري جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز له نيكوتينيك ريسبترز موجودين على البوست جانجليونيك نيورونز، بينما اللي بيطلع من البوست جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز له مسكرينيك ريسبترز موجودين على الأورجانز بتستقبل هذا الأسيتيلكولين اللي طالع من البوست جانجليونيك باراسمباثيتك نيورون، تمام؟ شوفوا ما أحلى هاي الرسمة، عن جد كتير حلوة. شوفوا كيف في عندي ايش انواع الريسبترز مع النيورو ترانسميترز اللي بيصير لها ريليز. خلونا نبلش بالباراسمباثيتك لانه بيطلع من البرين، هيو طلع من البرين مع الكرينيال نيرفز، اوكي؟ البري جانجليونيك بتكون لونج لانها رح توصل الاورجان تقريبا، تمام؟ بتوصل قبل الاورجان بتعطي ريليز لاسيتيلكولين لانها بري جانجليونيك، اوكي؟ كل شيء بري رح يعطي اسيتيلكولين، اوكي؟ هي اعطت اسيتيلكولين، وكل اسيتيلكولين طالع من بري سواء سمباثيتك او باراسمباثيتك الريسبترز تبعونه نيكوتينيك 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 نيكوتينيك. ايش هاي نيكوتينيك تايب 2، تمام؟ هلا بالباراسمباثيتك الخليه هاي البوست جانكشنال يعني اللي جاي بعد التشابك هاي ايش رح تكون؟ نيورون، رح تكون بوست جانجليونيك نيورون، وهاي رح تكون جانجليون، صح؟ لاحظوا كيف بعدين عندي البوست جانجليونيك بيكونوا شورت، هاي البوست جانجليونيك نيورونز تبعون الباراسمباثيتك بيكونوا شورت زي ما انتم شايفين، تمام؟ وبعدين ذي ريليز ايش الاسيتيلكولين، وبيكون له مسكرينك ريسبترز على الاورجانز، اوكي؟ طيب هلا نروح على ايش السمباثيتك. السمباثيتك البري جانجليونيك اتفقنا رح يطلعوا اسيتيلكولين دائما، والريسبترز تبعونهم نيكوتينيك تايب 2. الريسبترز ممكن يكونوا موجودين على الادرينال ميدولا، وممكن يكون موجودين بالجانجليون اللي هم بارافيرتبرال او بريفيرتبرال، تمام؟
اللي هما بوست جانجلونيك نيورونز، والبوست جانجلونيك هم اللي بيكونوا لونج لانهم بدهم لسه يروحوا للاورجان، وذي ريليز ايش نور ابينفرين او ابينفرين، صح احنا هذا بدنا نعرفه، ولهم ايش ادرينرجيك ريسبترز موجوده على الاورجانز على الافكتور اورجانز، صح. هلا شو بدنا نعرف كمان، انه في عندي نوع من السويت جلانز اللي هو الايكراين سويت جلانز، هذا بيستقبل اسيتيلكولين طالع من البوست جانجلونيك سمباثيتك نيوروز، وبيكون الريسبترز تبعونه من نوع ماسكارينيك ريسبترز. هلا شو بدنا نعرف عن الباراسمباثيتك، اخر معلومه بدنا نعرف انه انه الوظيفه تبعته بتروح مش عشان انا اعمل برودكشن للانرجي، لا انا عشان بدي اخزن الانرجي، مش بدي اطلعها للمسلز والبرين، لا لا انا بدي اخزنها بالمخازن تبعتها، فانا بقلل اللايبولايسز مثلا، بقلل الجلايكوجينولايسز، تمام. انا هلا بدي اخزن، بدي اعمل ريست اند دايجست، تمام، بدي افعل الجهاز الهضمي اخليه يهضم هلا عشان اخزن ايش الطاقه اللي انا اكلتها، احطها في المخازن تبعتها، احطها في الليفر، احطها بالفات، تمام. طيب يعني شو بيعمل بالضبط؟ يعني اللي بيعمله مثلا بيروح للجهاز الهضمي زي ما قلت لكم، بيعمل استيميوليشن له، بيزود حركته والسكريشن تبعه بالنسبه لاي جلاندز، اي غدد، فهو رح يزيد ايش الشغل تبعها، يزيد مثلا يزيد اللاكريميشن اللي هو انه الواحد يعني ينزل له دموع، بيزيد النيزل سكريشن اللي هي الافرازات تبعت الانف، بيزيد السليفري سكريشن اللي هي اللعاب، كل السكريشنز راح تزيد بالجهاز الهضمي وغيره، الا طبعا اي سكريشن تبعت السويت جلاندز انها اصلا اتس نوت انرفيتد باي باراسمباثيتك نيرفس سيستم، بس سمباثيتك، تمام. فكل الافرازات بتزيد في الايش الباراسمباثيتك نيرفس سيستم. القلب مثلا الهارت ريت تبعه كتير بيقل، الباراسمباثيتك بيقلل الهارت ريت، بس على فكره ما بياثر كتير على القوه تبعت الكونتراكشن، فهو له نيجاتيف كرونوتروبيك افكت، بس الاينوتروبيك افكت نيجاتيف بس قليل مينيمال، تمام. فبيعمل برادي كارديا، برادي كارديا يعني ديكريز بالهارت ريت، تمام. بالنسبه للبيوبل ديامتر القطر تبع البؤبؤ ايش راح يصير فيه؟ راح يصير فيه راح ايش اتفقنا بالباراسمباثيك راح يتضيق، يعني راح يصير عنده ميوسز، تمام، لانه الباراسمباثيك بتحكم لي بالسفنكتر مسل، تمام. طب بالنسبه للسيلياري مسل اللي حكينا عنها، قلنا هاي مهمه للاكوموديشن للنير فيجن، صح، وشرحنا كيف بتشتغل، هاي قلنا انرفيتد باي باراسمباثيك نيرفس سيستم، فراح تعمل لي اكوموديشن للنير فيجن، تمام. بالنسبه لليورينري بلادر الباراسمباثيك promotes voiding، بخلي الواحد ايش يروح على الحمام وهو مرتاح، فانه it promotes ايش voiding، تمام، ما بيعمل urinary retention بل بيعمل اشي اسمه maturation، تمام. هلا هاد بالنسبه لايش لكل الافكت تبعون السمباثيتك والباراسمباثيتك، وحكينا عن الاناتومي تبعهم وحكينا كتير تفاصيل. هلا عملت لكم جدول بلخص لي ايش الريسبترز تبعون الاوتونوميك نيرفس سيستم. انا بيسكلي خلصت يعني كتير معلومات عن الريسبترز تبعون الاوتونوميك نيرفس سيستم، بس حابه اعطيهم فيديو خاص فيهم ان شاء الله، ويعطيكم الف عافيه.